على فكرة المهاتما غاندي اللي بدأ حياته بمجال الحقوق أصبح بعد ذلك رمز لجميع العالم بالحرية ورفض الظلم والعصيان ضد الاستعمار، وصار هيك بعد ما كان الزعيم الروحي للهند خلال حركة استقلال الهند اللي صارت بالعام 1915 حين نظم المهاتما احتجاجات من قبل الفلاحين والمزارعين والعمال بالمناطق الحضرية ضد ضرائب الأراضي المفرطة والبتميز بالمعاملة. ومن بعد قاد غاندي حملات وطنية لتخفيف حدة الفقر وزيادة حقوق المرأة وبناء وئام ديني وطني وزيادة الاعتماد على الذات اقتصاديا. وبسبب مطالباته رفض غاندي الحكم الإنجليزي ببلاده وأد شعبه نحو الاستقلال وحقق لبلاده الحرية. باي.